اولا هو التعقيم ما يعني ما كيقتصرش على لانكول بوحدو، فهمتي؟ لانكول هو من يعني من ابرز المعقمات اللي يمكن لينا نتكلموا عليهم. غير هو يعني كاينين مواد اخرى بالنسبه ل يعني لربات البيوت، البيوت ديالهم كلهم يعلقموهم بلانكول او بالخل او بجافيل، ياك جافيل كتعتبر كذلك من المعقمات اللي هما مزيانين. يمكن لينا نخلطوا واحد الاطر ديال جافيل، نخلطوه يعني جافيل يكون 12 دوغري، نخلطوه مع الماء بمعدل ديال واحد لتر مع واحد لتر ديال الماء، نعقموا به يعني خصوصا الاماكن اللي كيشد فيها الناس بزاف، البوانيات ديال البيبان، لانكاسات ديال الضاو، كشكل افقي فقط. يمكن لينا نعقموا كذلك يعني البواني ديال الباب ديال الدخول ديال الباب، يمكن لينا نعقموا كذلك الكيسان اللي كيستعملوهم خصوصا الوليدات الصغار بجافيل، لان كنعرفوا حنا بانه يعني يمكن لينا نتكلموا على المواد التنظيف، يعني خصوصا انها كلها ما كتمتاش يعني بامور معقمه جدا، فهذه كلها كتعتبر من معقمات. لانكول يعني يمكن لينا نهضروا عليه انه من ابرز معقمات. اذا كان عندنا لانكول 90 دوغري كنخلطوه مع بين 300 وبين 330 ميل ديال الماء، يعني 330 ميلي، كنعقموا به الاماكن، يمكن لينا نعقموا به كذلك الهاتف ديالنا، يمكن لينا نعقموا به يعني الناس البقاله يعقموا به الفلوس. كما كتشوفوا انا راه داير واحد هنايا داير فيها جافيل والماء، يمكن لك دير فيها لانكول والماء، يمكن لك دير فيها كذلك بزاف الامور اللي يمكن لك الخل والماء كذلك. لكن اللي يمكن لينا نتكلموا عليه واللي هو شكل خطير جدا كيديروا خصوصا ربات البيوت، نتكلموا على خلط ديال لانكول مع جافيل، نتكلموا على خلط ديال لانكول مع الخل، نتكلموا على خلط ديال الخل مع 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 جافيل. هذه امور اللي يمكن ليها تكون خطيره لا على الوليدات لا على الناس الكبار، لانه كنتكلموا على خلط كيميائي، مواد كيميائيه اللي كتخلط من بيناتهم، وغادي تسبب لنا بزاف ديال الامور، يعني غادي تسبب لنا الناس كيشوفوا هذا الشيء في البيوت ديالهم، مجرد كتخلط الماء مع يعني كتخلط عفوا الخل مع جافيل كينتج واحد الثنائي يعني اللي كيسبب لك الكحه مزمنه، يمكن لا يعني راه تخنق الناس عاوتاني تعطوا انهم يبداو يعقموا بسميتو يعني كنسموا حنا المقاطع، وهذا امر خطير جدا يعني يمكن لينا نتخلوا عليه، لان جافيل كافي للبيوت، كافي للبيوت. ويمكن لينا نتكلموا الان على الاحتكار، والاحتكار يعني الانسانيه ما كتبقاش عند داك الشخص، انا اول هذا ما اعتقد، الانسانيه ما كتبقاش عند داك الشخص، وبالتالي يتحول من انسان الى انسان تجاري محض. معقمه اليد اللي باش نكونوا صراحه، واخا هذا الامر هذا ما غاديش يعجب بزاف ديال الناس، خصوصا الناس اللي كيصنعوا المعقمات، المعقم يعني في الصناعه ديالو لا يتعدى 40 درهم لليتر، يعني هذا كنا كان يعني لانكول والجليسيرين والمواد المعقمه بقات في الثمن ديالها الحقيقي. الان الاثمنه كنشوفوا بان معقم 50 ميلي يعني وصل لواحد العدد اللي ديال 40 درهم 45 درهم. هذا الشيء اللي خلاني اننا ندير واحد الفيديو باش نتكلم على الناس يمكن لهم يصنعوا معقمات في المنازل ديالهم بكميه اللي بغاو، بالكميه اللي بغاو، واحد لتر واحد ونصف لتر، يعني غير هو ما نبقاوش يعني موسوسين بزاف بالتعقيم، تعقيم 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 تعقيم، فهذا ما يعني ما ماشي من الضروري تعقيم يعني بعد لمس شخص معين، تعقيم بعد لمس مكان معين، بعد لمس اسطح معينه، فهمتي؟ ولينا حنا الان كنشوفوا الناس انهم ولاو يستعملوا تليغون، ولا هذه امور تكلموا عليها الاطباء وقالوا بان لا فائده منها، لان الليغون مخصص واحد الانسان اللي هو كيعمل في الحقل الطبي فقط، ولا انسان مصنع. انت حنا كنخدموا ملي كنكملوا التصنيع كنحيدوا ليغون عادي، كنديروا المعقم راه وحدنا، الفلوس كنديروا ليها التعقيم، يعني البواني كلشي كنخدموا على شكل جيد باش الانسان ما يتصابش. يعني باش نكون معك صريح، هو الثمن الاصلي اللي خصو يتباع به المعقم، ربحتي واحد عندي غام ولا دودي غام يعني كافيه بانك تكون ربحتي ثمن جيد.
فالتملي طلقنا حنا الثمن ديال 10 دراهم خصوصا في الناس ديال اسفي، وقلنا بان الناس اللي ما عندهمش فلوس يعني الطبقه الفقيره نموذج هذا معقم شخصي يعني هو نفسه غير هذا ما دايرينش ليه التيكيت ديالو هو على هذا الشكل. انت يمكن الانسان يحمل له في, في في البيت ديالو في الجيب ديالو يمشي وهو المعقم يعني كيبقى شاد يعني غير مت يعني بعد لمس مكان معين لا غادي يمكن لك دير لك 30 يوم يعني ب10 دراهم الا كان كيستعملها شخص واحد يمكن لك دير لك 30 يوم حتى ل 20 يوم راه مزيانه بالنسبه لك يعني غير هو يعني الناس الا كان لانكول موجود كادي يصيبوه في البيوت ديالهم كنظن بانه يعني الامر بسيط جدا الناس ما عندهاش تعقد شي حاجه ما لقيتيش شي مكون راه كاين مكون اخر وحنا الفيديو اللي درنا راه يعني ذكرنا فيه جميع المكونات يعني جميع المكونات اللي يمكن لينا نعتمدوا فيها يعني لانكول والجليسيرين وبعض المعقمات يعني كنسموهم حنا معقمات طبيعيه بحال يعني الزيت الاساسي ديال الخزامه ولا الزيت الاساسي ديال الحماد المقطر ديال الزعتر. الناس في البيوت ديالهم يعني يمكن لهم يديروا الزيت الاساسي ديال الاوكاليبتوس يبخروا به البيت ديالهم، يمكن لهم كذلك يديروا الخل ديال التفاح معقم جيد. هذه معقمات طبيعيه ولكن لا تغنينا عن المعقمات الاصليه اللي هي كتنتج في المختبرات. هذا هو المعقم وهذا هو باش نبداو نعقموا الميكرو هو الاول ياك، لانه عمليه التعقيم هي سهله جدا ياك. كنعقموا يدينا بالطريقه هذه ياك، واي بلاصه يعني بالنسبه للاسطوح ولا بالنسبه لي بواني وكذا كنرشوا واحد الرشه واحده كنعقموا هذاك المكان صافي كيصبح بشكل جيد معقم يعني ما نخافوا من حتى حاجه. هذا كاستعمال يعني كاستعمال شخصي يعني انسان يعقم اي حاجه يعني يمكن ليه بواني ديال الباب كونتاك ديال السوارت ديال السياره يعني الكيدون اللي كي باش كيسوق كل هذيك الامور خاصها تعقم يعني راه باش يكون يعني الانسان في مأمنين صحي. فلي برودوي اللي كنخدموا بهم هذا الجيل اللي حنا درنا ليه الثمن الرمزي ديال 10 دراهم من الناس ديال اسفي حسب الكميه المتاحه الان، لان لانكول كنديروا فيه لانكول هو هذا، كنديروا فيه الجليسيرين، كنديروا فيه جيل للويفيرا، وكندير فيه لي زويل اسونسييل ديال السيترون ولا ديال الخزامه ولا اي زويل اسونسييل يمكن لك دير ليه بشكل جيد يعني يمكن ليه يخدم معقم يدوي. الكميه هو اننا كنديروا كمثال كنديروا واحد نبداو بشكل صغير ملعقه صغيره، نديروا ملعقه كبيره ديال لانكول مع نص معلقه ديال جيل الويفيرا مع نص معلقه ديال زيت الجليسيرين مع قطره واحده من زيت اساسي الاوكاليبتيس ولا الحامض ولا ضبنا غادي نزيدوا كل حاجه ضبنا غادي نزيدوا قطره من لي زيت. ما لقيتوش لي زويل اسونسييل ما عندكم ما ديروا به، يمكن لكم تستعملوا غير هاد الثلاث مكونات. ما لقيتوش هاد المكون اللي هو جيل الويفيرا يمكن لكم تستعملوا هاد جوج مكونات بشكل متساوي، هذا كيتعتبر معقم وهذا هو اللي كيتباع يعني كيتزادوا عليه غير شي يعني شي مواد اخرى اللي ما غاديش تنفع شي حاجه. الوليدات الصغار اولا باش نعقموا يعني باش نحموهم هو اولا نخلوهم ما يخرجوش الزنقه خصوصا في هاد الظرفيه هذه. يمكن لكم تلعبوا مع وليداتكم داخل البيوت، من الاحسن ما يخرجوش يعني بشكل افضل، لان الوليدات الصغار الاطفال هما اكثر عرضه للفيروس وهما اكثر الناس اللي يمكن لهم ينقلوا لنا الفيروس، لان كنعرفوا بان المناعه راه ملي كتنزل عند الشخص ولا ملي كتكون يلاه في طور النمو راه كتسبب مشاكل كثيره في نقل الفيروسات ولا في الامراض. فهذا الشيء اللي يعني التعقيم يعني عادي خصوصا الا كانوا في البيوت يعني ما يكونش حتى تعقيم مبالغ فيه، لان يعني الناس ولات كتحس حتى بالوسوسه يعني انسان في مدار يعقم في ما كذا. فالتعقيم للضروره معقم الصابون معقم، الغسل ديال اليدين معقم، الصابون اللي كيتواجد في الدار ديالكم هو كذلك معقم. الزوج الا دخل البيت ديالو ولا الانسان دخل البيت ديالو من الاحسن يخلي الحذاء ديالو على برا، يخلي خارج البيت اولا في الاماكن المخصصه ليها. الطابي اللي كنديرو قدام الباب يمكن لينا نديرو فيها جافيل اللي دخل يحط فيها رجيلاتو
باش تكون كذلك تهي من أشكال معقمة. كيف يدخل يمشي ديرك يعني المكان المخصص يغسل فيه اليدين ديالو، يغسل فيه وجهه، يغسل فيه فمه. وهذيك الساعة الأمر اللي كان يمكن لنا نتكلم عليه هو التقبيل. التقبيل من الأحسن يعني الإنسان في هذه الظرفية هذه ينقص منه شوية، لأنه يعني باش نكونوا صراحة هو أكثر الأشياء المعرضة لانتقال الفيروس.